بس بالليل كانت نايمة هون. انتي دوري بالغرف وانا رح دور بالجنينة. ماشي طيب. شو هاد؟ شو عم يصير؟ وبلك انتو كيف هيك بتفوتوا من دون لا احم ولا دستور؟ استغفر الله العظيم. مدام رنا مو مبينة. يا ويلي انا، ولك شو عملت هالمرة؟ الله يقصف عمرها وياخدها. يلا بعدوا لي هيك لشوف، ولك الله ياخدكم لحتى ارتاح. يلا رجعي على المهجع. دخيلك ساعديني احكي تليفون لانه ما بعرف اي شي بنوب عن ابني. اشكري ربك اني رح طالعك. لا تعصبيني اكتر ولا تخليني اتركك هون. يلا ماشي كرمال الله. انتي ما في عندك اولاد؟ شو رح تخسري اذا بتساعديني لوصل لابني؟ كنتي فكري بابنك قبل ما تقتلي اختك. امشي. تفضل يا خانو، صحتين وعافية. يسلم. إن شاء الله تاكلوهم بالهنا. تعالي يا أختي تعالي تعالي، كل شي تازة والأسعار عندي غير شكل. تفضلي، شو بدك يا أختي؟ بنتي، خدني لعند بنتي. شو؟ خدني لعند بنتي. الله يسهل لك يا أختي. تفضلي يا خانو. أعطيني كلين. خديني لعند بنتي. شو؟ تفضلي يا خانو. شرفوا، يعني ما ريحونا منهم غير ليلة وحدة. لك انت شو مشكلتك معنا؟ شو بدك؟ انتو مشكلتي بهالحياة. لك انا بقرف وبموت من ريحتكن. ريحتكن الوسخة ما عم بقدر شمها. يلا اعتذري واسحبي كلامي. وشو رح تساوي اذا ما اعتذرت؟ بترجاكم ما بدنا نتخانق. يلا بعدي وليه؟ تعالي لهون. والله لقيتلك. بعدي عني يا حقير. انتو ما رح تتربوا. انا اخذي الله يكسر ايديكن. بدي اخنق بايدي هدول. روح انقبري من هون. بعدي انقبري. انتي شو عملتي؟ يلا قلبي انتي شو سويتي؟ يا رب شو عم يصير؟ شو عم يصير هون؟ بعد اضغطوا علينا. ساعدوني ضربوا السكين. اطلبوا الاسعاف بسرعة. شكرا بنتي. صحتين وهنا. حياتي. شكرا. ابني لوين رايح؟ عود افطار معنا بالاول. مستعجل، لازم لاقي ابني. عزيز اسمعني يا ابني، اليف ما ترفي، وبهيك حالي ما فينا نساعدها ومرتك سهام حامل. شو بدي اعمل بابا؟ يعني بتخلى عن ابني؟ عزيز لوين رايح؟ نزار انت شو عم تعمل؟ اه؟ مو على اساس ما عاد تحني رقبتك قدام قدرات؟ مو على اساس في معك ادله ضده؟ شو هاد اللي عملته هلا؟ قلي ليش هيك عم تعمل؟ ليش بدك تصالح عزيز وسهام؟ شوفي هالخبر هاد. برايك أي بتلي بابنك أكتر؟ برئيسها؟
الله يلعن هالحالة، لوين راحت هالمرة؟ هي مضيعة عقلها وفوقها أخذت الولد وراحت. يا الله شو بدي أعمل هلأ؟ يا الله. ألو ألو، اسمع جيب الولد وتعب بسرعة، من بعد اليوم أنا رح دير بالي عليه. ايه ماشي، بس هالمسكين ما نام طول الليل أبدا، وقبل شوي لغفل، بس يرتاح شوي أنا بجيب لك ياه لعندك. شايفة إنك تعودت كتير على حفيدك. ايه والله لا تسأليني، تاريخ حفيد غالي كتير. خلص حاجتك كذب، جيب الولد أنا عم استناكن، لا تطول. بدي روح لعند بنتي. مين بنتك؟ هي هي؟ ايه مزبوط، هي هي، بدي روح لعندها. اخدك لعندها على السجن؟ ايه. شو عم يصير؟ يلا تعال معي، تعال فوت. طلع كل الضبير المحكومين بتلاقيها هون. إليف كوران، تسجيل صوت التحية بالإطبارة 129. مية وعشرين، مية واحد وعشرين، ها هي 129. لحظة، يا سيهام المسكينة إليف، ما نمصدق كيف رابطينك هيك مثل ضحية العيد. يا حرام، ايه بدك تتحملي؟ ما رح تهربي بنوب سيهام مرة تانية؟ وقف استنى، لا تروح.